الصورة الإيجابية الحمد لله من البداية خالص من 2009-2010 من بداية تفكير قطر في تنظيم كأس العالم الأمور مشيت بشكل طبيعي جدا والتطور طبيعي جدا جدا على مستوى التجهيز والاستعداد والإنشاء والتحضير لكأس العالم قطر 2022. قطر نفذت الخطة بشكل مميز جدا 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 على مستوى الاستعداد والتجهيز مع صغر مساحة قطر للناس استصعبت الأمور بشكل كبير جدا. إنما كان التنظيم في توزيع الملاعب اختيار أماكن الملاعب والربط بين الملاعب وبعضها إن أنت تعمل 8 ملاعب توصل أو تصل المسافة بينهم وبين بعض في محيط 55 كيلومتر فده أنا أشوف إنها حاجة معجزة بصراحة إن تتحضر وتتجهز بالشكل ده مع سهولة في التنقل بين الملاعب وبعضها. على مدار العشر سنوات اللي فاتوا شفنا أحداث رياضية اتنظمت بكل سهولة وبكل جمال في إخراجها للمشاهد والمتابع الرياضي مرورا بأحداث كتير جدا آخرها كان كأس العالم للأندية اللي اتنظم أكتر من مرة، كأس السوبر الأفريقي اللي اتنظم أكتر من مرة، الأحداث الرياضية التانية زي كأس العالم لكرة اليد تقريبا اتنظمت برضو، كأس العرب اللي اختتم في الفترة اللي فاتت السنة اللي فاتت، فكل دي أحداث اترتبت بشكل منظم جدا. وكان الختام هو كأس العرب طبعا اللي كان فيه الحدث الأبرز من حيث الجمهور وعدد المتابعين وعدد الناس اللي حضرت في الملاعب. فأنا أشوف إن هي كانت فكرة مميزة جدا، فده يوضح التنظيم اللي من البداية بالتدريج بحيث إن أنت توصل قبل البطولة بسنة، وده اللي احنا وصلناه الحمد لله. الملاعب جاهزة، ملاعب عندها قدرة استيعابية للجمهور، ما شفناش بره تدافع وتزاحم، فده يدل على السهولة في الدخول للملاعب. كل دي أمور تعكس الإيجابية والرضا عن تنظيم قطر لكأس العالم، وإن شاء الله زي ما قلت في النهاية هو حدث هيشرف كل العرب. الحدث ده هيشرف كل العرب من خلال سلوكيا وتنظيميا ورياضيا وكل شيء متعلق بالبطولة ومتعلق بتنظيم البطولة. أنا متأكد من دي 100% طبعا نتيجة اللي احنا عايشينه وشايفينه في قطر.